أهلا بكم. مشروع نتنياهو الحد من سلطات القضاء أدخل إسرائيل في مأزق سياسي غير مسبوق. ما هي حظوظ الحوار مع المعارضة للتوصل إلى توافق داخلي؟ عواصم عدة وجهت نداءات لنتنياهو، فهل سيواصل تجاهلها، خصوصا تحذيرات بايدن بتفادي استعجال الإصلاحات القضائية المثيرة للانقسام؟ هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها على ضيف برنامج مواجهة، نائب وزير الخارجية الإسرائيلي السابق مجلي وهبي. سيد وهبي، أهلا بك إلى برنامج مواجهة. نبدأ بمشروع نتنياهو وهذا الجدل الكبير والانقسام الذي تشهده إسرائيل. مشروع نتنياهو سيد وهبي إلى أي درجة خلط أوراق النظام السياسي في إسرائيل وأدخلها في مأزق؟ مساء الخير لك وللمشاهدين. أنا يعني لا أعرف لماذا تسمون مشروع نتنياهو السياسي، إنما هو مشروع سياسي لأحزاب اليمين التي فازت في الانتخابات وتحدثت عن تغيير تشريعات قانونية، هنالك من يسميها انقلاب قانوني، ولكن التشريعات القانونية هي مبادرة من أحزاب يمينية وبشكل خاص حزب الليكود ووزير العدل. ونحن نعرف أن هذه التغييرات كانت وما زالت مؤيدة من كثير من الأحزاب، ولكن حينما دخلوا على الساحة الأحزاب اليمينية بقيادة حزب الليكود وقررت تنفيذ مشروع أو المشاريع ما نسميها التشريعات القانونية، كان هنالك جدال وجدال بين معارضة من جهة، معارضة في البرلمان يعني 64 عضو في الائتلاف الحكومي مقابل 56 عضو معارضة، من جهة أخرى هنالك معارضة لفئات ومجموعات من المجتمع الإسرائيلي. إذا كانت مجموعات طيب، لكن نتنياهو أو حكومة يرون أنهم يمارسون صلاحيات الحكومة ومن حقها أن تقوم بمثل هذه الخطوة لتحقيق توازن بين السلطات من ضمنها السلطة القضائية. يعني الحكومة ترى أنها تقوم بواجبها وفق الصلاحيات المتاحة لها. طبعا كل إذا تحدثنا عن المجتمع الإسرائيلي ونظام ديمقراطي في دولة إسرائيل، كل من يعارض النهج السياسي الحكومي يستطيع أن يعارض، وهنالك كل المجالات للمعارضة طالما لا يقوم باستخدام القوة أو بأعمال عنفية ضد مثل تسكير شوارع وتعدي على آخرون، وطبعا على قوات الشرطة التي وظيفتها. يعني أنت ترى سيد وهبي أن تمرير القانون خطوة مبررة وفق صلاحيات الحكومة، أليس كذلك؟ القانون هو من صلاحيات البرلمان الإسرائيلي، البرلمان الإسرائيلي هو المخول في يعني النظام الإسرائيلي، هنالك السلطة التنفيذية الحكومة لا لها أي قرار في إلا أن تحضر أي قانون للبرلمان، البرلمان هو السلطة التشريعية صاحبة الحق بالتصويت بالأغلبية، وكل قانون يمر بالأغلبية يستطيع أن يتحول إلى قانون في سفر أو كتاب القوانين الإسرائيلي أو قوانين التشريع الإسرائيلي. لكن تعلم أن يعني الحكومة لم تحظى بالأغلبية حتى وصلت إلى يعني سدة الحكم، وهناك انقسام والشارع رافض لمثل هذه الإجراءات. لماذا لم تنظر الحكومة لهذه الأصوات والرفض على المستوى الشعبي وأيضا مؤسسات الدولة على رأسها الجيش؟ أولا يجب أن ننظر إلى أعداد هذه المعارضات، وتخيل يعني أي دولة أو أي حكومة يقوم فئة من الشعب وتعارضها، فمعناه الحكومة يجب أن توقف أو تجمد كل ما هو في برنامجها السياسي، وذلك لأن هنالك فئة تعارض. القانون يسمح لكل فئة أن تعارض، وهنالك أعضاء برلمان
كانوا وكان لهم من المعارضة واستطاعوا أن يعارضوا، ولكن الأكثرية 64 عضو هي الأغلبية واستطاعت من تمرير القانون. الآن هذه الفئات لها يعني التي تعارض تقول إن تغيير هذا القانون، وهو قانون واحد من عدة قوانين، نتحدث عن قانون المعقولية، يعني الجهاز القضائي بعد هذا التشريع لا يستطيع أن يغير قرار حكومة طيب، أو لا يؤثر لكن على سيد وهبي، وعفوا المقاطعة، هناك إلحاح على المستوى الدولي من رؤساء دول على رأسهم الرئيس الأمريكي، تحذير أكثر من 1100 طيار وفني في سلاح الجو من أنهم لن يطيروا من أجل ما سموه ديكتاتورية، رغم توقيع أيضا العشرات من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين خطاب يطلبون فيه من نتنياهو التوقف، كذلك تحذير منتدى الأعمال الأعلى في إسرائيل من عواقب مدمرة لا رجعة فيها على الاقتصاد الإسرائيلي، ومخاوف من احتمال أن تؤدي هذه التعديلات في النهاية إلى كسر التماسك، يعني الوحدة في قاعدة الجيش، وغير الانقسام في الشارع. لماذا لم يكترث نتنياهو أو حكومة نتنياهو بكل هذا الإصرار والتحذيرات على المستوى الخارجي والداخلي؟ حينما نتحدث عن المحاولات من الدول الخارجية أن تبدي ملاحظاتها في ضد قانون معين، نحن نعرف ونحترم كل دولة وكل قرار لدولة أخذ بأغلبية ديمقراطية. فهذا يعني نحن ليس مستعمرين من أي دولة، حتى من الولايات المتحدة، مع كل الاحترام، مثلما لا تقبل بأن يتدخلوا في شؤونها الداخلية دول أخرى، فهي لا تستطيع أن تتدخل مباشرة في الشؤون الإسرائيلية، خاصة أن لكن تعلم سيد التعديلات وهبي، يعني مرت. حجم التأثير الأمريكي على كل القيادات الإسرائيلية على مدى عقود. الأمريكان أو حينما نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية هي حليفة لإسرائيل وتستفيد من إسرائيل مثلما إسرائيل تستفيد منها، ليس هنالك أي يعني فرض رأي على الحكومة الإسرائيلية من قبل الولايات لكن المتحدة. أليس في هذا يعني تبسيط للمسألة سيد وهبي، أن يعني كلا الطرفين وازنت بينهما بشكل مبسط؟ المسألة أعقد من كذا، الولايات المتحدة طرف له تأثير كبير، وتعتمد يعني دولة إسرائيل على الدعم، دعم الحليف الكبير الولايات المتحدة الأمريكية. يا عزيزي كذلك في نفس الموقف إسرائيل تدعم الولايات المتحدة وهي تشكل لها ذراع قوي وعسكري في المنطقة ليحافظ على مصالح ليست بأقل أهمية من المصالح الإسرائيلية. هاي واحد. اثنين، حينما نتحدث عن المصالح الأمريكية، يعني استمعت إلى تقرير وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الخارجية، لم يتخذوا أي قرار بتقليص الدعم العسكري لإسرائيل. هنالك قالوا أنه يجب أن الأخذ بالاعتبار نداءات المعارضة ونداءات المعارضين من المواطنين، ولكن لا يستطيع أي فئة أن تؤثر على قرار اتخذ بغالبية في الكنيسة. هذا يجب أن يكون واضحا. إذا أراد فعلا، يعني السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا المعارضة لم تشارك في المفاوضات من أجل تحسين حسب رأيهم بنود معينة أو قرارات معينة في نفس القانون طيب، ما الذي حظوظ سمى الحوار مع المعارضة؟ المعارضة للتوصل إلى توافق داخلي؟ هل من فرص أصلا للحوار الآن بعدما تم؟ لا يستطيعون الآن بعدما تم المصادقة والإعلان عنه في كتاب القوانين الإسرائيلية لأي هيئة في إسرائيل تغيير هذا القانون، حتى المحكمة العدل العليا، وتقدموا بعدة يعني ادعاءات للمحكمة العدل العليا، ولكن المحكمة العدل العليا منذ قيام دولة إسرائيل حتى الآن لم تتدخل في قانون أساس، طيب، وأنا أعتقد في يعني نهاية أنت المطاف ترى ستكون أن الأمر قد حسم، لكن المعارضة ترى سيد وهبي، الأمر بالنسبة لهذا القانون، نعم، لكن نعم المعارضة الأمر أو بالنسبة الشارع لهذا يرى القانون أن حسم. القصة في بدايتها، وما حدث هو بداية القصة، وأن للشارع سيكون أو الأصوات الرافضة سيكون لها رأي وتأثير، وسيستمر هذا أقول الرفض. لك وللمشاهدين، عدد سكان دولة إسرائيل 9.5 مليون نسمة، إذا كان هنالك 200 ألف من المتظاهرين، وهذا يعني العدد الأقصى
ونعرف من يقف وراهم كسياسيين أو أحزاب سياسية. هذا لا يعني أن دولة إسرائيل لا تستطيع التصرف بما هي تراه كحكومة. لو رغب فعلا هؤلاء بتغيير النظام فيذهبوا إلى الانتخابات، وإذا ربحوا تستطيع هذه الأحزاب تغيير أي قانون. ولكن التهديد الغير مستند على أي قاعدة شعبية، رأينا في نفس الوقت هنالك تأييد للحكومة من قبل فئات صوتت للحكومة وتؤيد التعديل القضائي. لذلك يعني طيب، هذا الحديث ونقله عبر وسائل الإعلام، لا يوجد أي قوة تشكل خطر على قرارات حكومة إسرائيل أو البرلمان الإسرائيلي من جهة. أيضا تحدثت عن القاعدة العسكرية وأن هنالك عشرات أو مئات يريدون أن يتوقفوا في الخدمة التطوعية. الجيش الإسرائيلي ليس مبني على الخدمة التطوعية، لكن وليس هناك على أكثر من 1100 طيار وفني في سلاح الجو الإسرائيلي. دعنا لا نتحدث عن العزيز. المتطوعين، لكن هناك تأثير أيضا في سلاح الجو، وهو يعني ركيزة أساسية للجيش الإسرائيلي. نعم تفضل. استمعت لقائد الأركان واستمعت إلى وزير الدفاع، القاعدة الإسرائيلية العسكرية ثابتة. كل هذه التغييرات مستقبلا يعني بعد فترة زمنية ممكن يفحصوا تأثيرها، ولكن الجيش الإسرائيلي لا يستند إلى من هو يتطوع ويقول أنا أوقفت تطوعي. الجيش الإسرائيلي له القدرات العسكرية كما قلت لك، يعني دائما يجب أن نتذكر، ولا أريد أن أدخل لأعداد الاحتياط طيب، والخدمة سنتحدث دائما ربما للجيش إذا اتسع الإسرائيلي. الوقت للتأثير على المؤسسة العسكرية، لكن دعنا نتحدث عن الحكومة في ذاتها الآن سيد وهبي. هناك تأثير لا شك على حكومة نتنياهو الآن. أنا أريد أن أطمئنك وأطمئن المشاهدين أن القاعدة العسكرية والقوى العسكرية الإسرائيلية ما زالت في ألف خير، وهذه التأثيرات هي تأثيرات جانبية وليس أساسية في إدارة أمن دولة إسرائيل. أما بالنسبة للحكومة، الحكومة هي بحكم الأغلبية الغالبية هي التي تدير شؤون دولة إسرائيل، هي تحظى بتأييد 64 عضو برلمان. هذه الأعضاء تؤيد هذه الحكومة، ولا يقوم هنالك أي معارض أن يستطيع تغيير هذه طيب. المعادلة. من يريد أن يغير فليدخل المعركة الانتخابية، فليقيم أحزابا ويدخل إلى المعركة السياسية. إذا كان واضح له سيد وهبي، النتائج السياسية وضحت وجهة مرضية نظرك. أنا الحقيقة فيستطيع إقامة حكومة. لا أبحث عن طمأنة يعني كما أعطيك قلت، مثلا صغيرا يا نبحث عن في رأيك. الاتفاق الأخير للحكومة السابقة، الحكومة السابقة كان اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وكانت المعارضة اللي هي اليوم الائتلاف قد عارضت على مثل هذا الاتفاق واتهمت الحكومة السابقة باختراق القانون، ولكن حكومة حتى استطاعت تنفيذ مثل هذا الاتفاق. هذا يعني أن إسرائيل لها قواعد ديمقراطية ثابتة. تحدثت في سؤالك عن الوضع لكن الاقتصادي، لا دعني أتوقف هنا سيد وهبي، سنعود للوضع الاقتصادي، لكن نتحدث عن نتنياهو وشعبيته. وفقا لآخر استطلاع للرأي، إذا خاض نتنياهو انتخابات الآن فسيتراجع عدد مقاعد ائتلافه الحاكم من 64 إلى 52 أو 53 في الكنيسة المؤلف من 120 مقعدا. وذكر استطلاع آخر إلى أن المقاعد التي حصل عليها حزب الليكود بزعامة نتنياهو ستتراجع من 32 إلى 28 أو 25 حسب توقعات استطلاع آخر. سيد وهبي، يبدو أن الأزمة ترهق نتنياهو وتخفض من شعبيته. طبعا في تأثير على شعبيته، ولكن نحن ليس في الطريق إلى الانتخابات. كان يقول المرحوم شيمون بيريس عن الاستطلاعات لا رائحة لها ولا قاعدة لها، هي تبين وضع آراء المجتمع الآن. نحن في الانتخابات القادمة ستكون بعد 3 سنوات ونصف، هنالك يعني تأثير، ولكن ما زال أمام الحكومة الحالية الإمكانيات أن تصلح من جهة أخرى. لو رغبت المعارضة تغيير هذه الحكومة فباستطاعتها أن تعمل ذلك في 5 دقائق. لو كان لابيد رئيس أكبر حزب أو جانس رئيس حزب آخر
طيب لكن يأتوا سيد نحن سيد على وهبي، هل تتوقع أن إذا بالفعل استطاعت المعارضة العودة ويعني ترأس الحكومة، هل ستلغي مثل هذا القانون باختصار حتى ننتقل لنقطة أخرى؟ أعتقد أن إذا كان هنالك رغبة لأي برلمان يحظى على غالبية يستطيع تغيير أي قانون، وهنالك فارق واحد في قانون الأساس، يجب أن يكون هنالك في هنالك قوانين تطلب منها أو يطلب عدد المؤيدين أكثر من 80 عضو برلمان لتغييرها، وهنالك قوانين أكثر من 60 عضو. إذا وجد أكثر من 64 عضو في الحكومة القادمة كائتلاف تستطيع تغيير طبعا. طيب أيضا وضحت وجهة نظرك، لكن كان سائدا أن يتم فحص قرارات رئيس الوزراء ووزراء الحكومة وسلطاته من قبل المحكمة العليا على ثلاثة مراحل. أولها سيد وهبي إذا ما كانوا قد تصرفوا بموجب هذه الصلاحيات، وإذا تم قبول القرارات بإجراء سليم وشفاف، وإذا كانت صلاحيات وقرارات الحكومة مورست وفق القانون. يعني ما الذي لا يعجب الليكود في هذه الصلاحيات الواقعية للمحكمة العليا؟ لماذا هذه يعني هذه أو هذا الإصرار للتغيير رغم كل هذا الرفض؟ سؤال مشكور على هذا السؤال. يعني نحن نتحدث عن محكمة العدل العليا، هذه المحكمة التي أخذت منذ بداية التسعينات أو نهاية الثمانينات في القرن الماضي بدأت تأخذ لها صلاحيات ليست مخولة أو معطاة من قبل القانون، وهذه بدأت تقرر. يعني تخيل الحكومة تنتخب ويأتي قضاة محكمة العدل العليا يغيروا قرارات الحكومة في في أمور أساسية، فنتحدث هنا عن نفوذ القوة للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، وهذا غير معقول. يعني أو السلطة التشريعية هي البرلمان. يعني كل هدف محكمة العدل العليا، وهنالك على فكرة في استطلال الرأي 59% من مواطني دولة إسرائيل يرغبون كانوا في الماضي لحتى بداية التشريعات بتغيير القوانين بالتفاهم، ولكن وصلنا إلى لكن نتيجة بحسب آخر الاستطلاعات سيد وهبي أيد أقل من ربع المشاركين خطة التعديلات القضائية الحالية. هذا ما أردت أن أقول لك، ولكن في نفس الوقت أن هنالك تأييد غالبية أعضاء الكنيسة. ما يقلقني أين المعارضة؟ لماذا خرجت المعارضة؟ هل هي تزعل المقاعد التي يجلسين عليها في البرلمان؟ أنا كنت بالبرلمان 17 سنة في الحكومة، لم أترك كرسي ولو لفترة وجيزة، وحاربت وناضلت حتى لآخر لحظة. التصرف المعارضة كان تصرف فاشل، وهذا الفشل رأينا أن المجتمع الإسرائيلي حتى من هؤلاء الذين يتظاهرون ضد طيب الحكومة يقولون. طيب يعني فكرة أخرى سيد وهبي، لدي 8 دقائق أود أن أستغل يعني الوقت معك في هذه المواجهة. البعض يقول سيد وهبي أن الدولة إذا أرادت أن تكون يهودية وديمقراطية على حد سواء ستمزق نفسها، هذان العنصران يتصادمان وجها لوجه بعد التصويت طبعا على إصلاحات القضاء. يعني هذه الفكرة، خاصة وهناك حديث أن نتنياهو عندما عاد للسلطة في حكومته الثانية عام 2009 كان هذا هو الهدف. يعني حينما نتحدث أن دولة إسرائيل هي معلنة دولة يهودية وديمقراطية وتعطي المساواة لكل مواطنيها، في هنالك سياسات من قبل حكومات مختلفة لم تكن منصفة مع كل المواطنين وخاصة مع الأقلية العربية، ولكن وجود النظام السياسي الذي يسمح ويعطي المجال لكل أقلية أن تكون ممثلة يستطيع أن يناضل أي مواطن ليصل للمساواة. والحكومات على المتتالية في إسرائيل كان هنالك حكومات أكثر ترعى المساواة بين المواطنين وعملت على ذلك، وهنالك حكومات يمينية مختلفة كانت تقلص مثل هذه الأمور، ولكن المبدأ السياسي أن القانون الإسرائيلي فوق أي اعتبار سياسي. يعني حينما نتحدث عن القانون طيب، يمنع لي كشخص ورئيس الحكومة نفس الحقوق. لم أرى في الدول المختلفة
تقديم محاكمات لرئيس حكومة أو لرئيس دولة أو حتى طيب، لكن تحدثت بنيامين نتنياهو عن الحقوق سيد وهبي حاليا. أنت في عام 2019 كان لك مقال حقيقة قرأته اليوم خلال التحضير لهذه المواجهة، قلت فيه المواطنون الدروز وأنصارهم الذين يؤمنون بضرورة تعديل قانون الدولة القومية سيواصلون النضال ضد هذا القانون لتداعياته الخطيرة على مصيرنا المشترك. ما زلت عند رأيي. نعم، قلت أيضا في المقال، قلت حولتنا مثل هذه القوانين لمرتزقة ماتوا من أجل دولة ليست لنا. أستمع إلى تعليقك. طبعا أريد أن أقول لك أن يعني القانون القومية هو قانون مشحف لكل الأقليات في دولة إسرائيل، وهذا القانون يجب العمل عليه سياسيا وبكل المجالات لأن نزيله من كتاب القوانين الإسرائيلي، خاصة فيما يخص الحقوق والمساواة للمواطنين والأقليات، وهؤلاء الذين ضحوا وشاركوا مع المجتمع الإسرائيلي ودولة إسرائيل منذ اليوم الأول. لذلك لكن يعني أليس يعني هدف نتنياهو منذ عام 2009 يعني هو بس سيطرة اليمين بشكل كبير، سيكرس مثل هذه الممارسات ضد الأقليات ومن بينهم الدروز سيد وهبي؟ أولا يعني مع الاحترام لبنيامين نتنياهو أو لأي عضو برلمان أو أي حزب سياسي يستطيع أن يعمل ضد فئة معينة، ولكن نحن نؤمن بديمقراطية هذه الدولة ونحارب بالطرق القانونية من جهة والطرق التي تتاح لنا في النضال من أجل الحقوق التي نؤمن بها. أنا أريد أن أقول لك في نفس الوتيرة، أنت تعلم أنه في 2007 حينما نتحدث عن القانون في دولة إسرائيل، حينما تم استقالة رئيس دولة إسرائيل، عينت رئيس دولة إسرائيل بالوكالة لثلاثة أسابيع، وهذا يعني استطعت لو استمر الأمر إلى فترة كاملة. ما أريد أن أقول أن الفرص أمام القانون والجميع تحت القانون الإسرائيلي. بالنسبة طيب لو كنت سيد وهبي يعني رئيسا لإسرائيل، ما هي الخطوة التي كنت تقوم بها وإن كنت ليس لفترة مؤقتة فقط؟ طبعا بهذا القانون لن أقبله ولن أوقعه وحارب على مثل هذه القوانين، ولكن يجب أن يكون عادل وإنصاف لكل مواطني دولة إسرائيل بدون استثناء، عربا ويهودا. طيب لكنك ستحارب قانون القومية والدولة القومية، لكن لن تحارب موضوع المحكمة العليا، لكن ألا تكرس هذه الصلاحيات يعني وسحب الصلاحيات من المحكمة العليا قوانين أخرى مثل قانون القومية؟ يعني هناك خشية من ظهور الدولة الاستبدادية بشكل أكبر، يسيطر عليها الأصوليون وأنصار ما يسمى بإسرائيل الكبرى. أول شيء حلم ما سميناه إسرائيل الكبرى انتهى من الوجود ولا موجود في أي حزب سياسي، طالما أن هنالك ممكن نجده في بعض الأحزاب المتطرفة اليمينية والتي لا تشكل عددا كبيرا وهي تحلم ولن تحقق مثل هذا. ولكن حينما القانون القومية سن 2018-2019، يعني كنت أنا خارج البرلمان الإسرائيلي للأسف، وكان التصويت عليه ب 62 عضو كنيست، وللأسف الشديد من هذول ال 62 كان عضوين من الطائفة الدرزية. يعني هنالك تطرف بدون تفكير أحيانا حتى لنفس الأقلية التي تعاني وتحارب من أجل هذا القانون. مثل هذه الخطوات الآن الأخيرة إلى أي درجة تكرس يعني فكرة ظهور الدولة الاستبدادية، الانقسام أكثر، إلى أين يتجه المشهد؟ لدي ثلاث دقائق، أود أن تكون الإجابة قصيرة معك سيد وهبي. طبعا أعتقد أن بنهاية المطاف هنالك يعني الديمقراطية سيكون لها تأثيرها، ومثل من يعارض يحاول ويعمل، وإذا أرادوا التأثير فيدخلوا ويقيموا الأحزاب ويدخلوا البرلمان ويحاربوا من البرلمان. لن يكون هنالك تغيير في موقع إسرائيل وقدراتها عن طريق استعمال أي خطة أو أي ما يهولون له
إذا كان هؤلاء من المتظاهرين أو حتى من دول الجوار. إسرائيل دولة قوية تستطيع أن تستمر بعاصفة من هذا النوع وبعواصف أقوى منها، وأثبتنا ذلك مدى التاريخ. هاريس كتبت في إحدى عناوينها قبل يومين أن التوقيع على مثل هذا القانون هو التوقيع على بدء الحرب الأهلية في 30 ثانية، ما رأيك؟ هذا هراء. هؤلاء لا يفهمون أحيانا ما هي هذه الدولة. من يعيش في هذه الدولة ومنذ طفولتي إلى الآن، هذه الدولة ثابتة لها قواعدها، ورغم كل المعارضات، هؤلاء الذين يخشون من الامتيازات التي حصلوا عليها بالماضي من أن تتغير وتعطى للآخرين، هؤلاء هم الفاشلون. يجب أن يكون هنالك مساواة دون التفرقة طيب، من أي فئة أنا أكون، ومن أقام الدولة ومن له القدرات. خاصة نتحدث عن أصحاب شركات، أحزاب كانت موجودة وانتهت وتحاول لملمت بعضها عن طريق استعمال المظاهرات من أجل أن تحقق أهداف سياسية. نحن نريد لعبة نظيفة، من الممكن التفاوض على التشريعات القانونية، من الممكن أيضا التصويت ضد حكومة نتنياهو كمواطنين وتغيير المعادلة، ولكن لا طيب نستطيع أن نقول نحن نريد، وفقط الحديث لا يعطي شيئا لأحد. والحديث ينتهي مع هذه الإجابة، وصلنا إلى نهاية حلقة مواجهة لهذا الأسبوع. أشكرك نائب وزير الخارجية الإسرائيلي السابق مجلي وهبي. شكرا لكم. إذن نلتقي في حلقة جديدة من مواجهة مع ضيف جديد الأسبوع المقبل. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.